منذ ما يقرب من عقدين من الزمن تنفي السلطات المغربية بشدة وجود مركز احتجاز للموت البطيء على أراضيها في قلب الصحراء يسمى تزممارت. تزممارت معروف الآن على مستوى العالم بأنه أحد أسوأ مراكز الاختفاء القصري في العالم. يقع مركز الاحتجاز السري السابق تزممارت داخل ثكنة عسكرية في قرية صغيرة بين ميدرت والرشيدية على بعد 20 كيلومترا من مدينة الريش. تم استخدام هذا المرفق السري للاحتجاز في الفترة ما بين 1973 إلى 1991 بعد الحكم على العسكريين المدانين بانقلاب صخيرات بالسجن لمدة عامين وإطلاق سراحهم. تم نقل الجنود 58 المتبقين في السجن المركزي بالقنيطرة إلى سجن تزممارت السري في 1973. ظل المعتقلون في هذا المركز حتى بقي منهم 28 شخصا فقط على قيد الحياة. فأطلق سراحهم في 15 من سبتمبر 1991 بعد 18 عاما وبضعة أسابيع في السجن. كان عام 1989 نقطة تحول في اكتشاف أسرار تزممارت، حيث تم اكتشاف مركز الاعتقال بالصدفة وتم تصويره في ذلك العام. كتب سجين الزنزانة رقم 10: أخرج تزممارت أخيرا 28 سجينا نصف ميتين بعد ابتلاع ودفن جثث 32 ضحية داخل رماله المغلية.